اكيد اكيد. طيب احنا عشان نقفل المشكله الاخيره دي، المشكله في نادي القرن، عشان نقفل المشكله دي نهائي يعني، هل في اللقب ولا في اختيار المعايير؟ انا ما اعرفش اللقب، احنا ما عملناهوش يعني، اللجنه دي هي اللي قررت تسميه نادي القرن. احنا كنا بنعمل التصنيف ده والتصنيف ده ماشي، والدليل ان ما كانش فيه اي حاجه، الدكتور كمال درويش كان موجود معانا في الاحتفال، محدش اعترض، ما قالش قال حاجه، بعد 21 سنه هنا وكل حاجه. وبعدين دلوقتي احنا قرينا مش عارف الزمالك بيطالب باللقب، لقب الاكثر تتويجا باين، هيبعت للاتحاد الافريقي. يعني ايه الاكثر تتويجا؟ الاكثر تتويجا ده مش في مرحله معينه، اكثر تتويجا مش تيجي تقول الاكثر تتويجا يبقى الاكثر تتويجا دلوقتي. اكثر تتويجا دلوقتي مين؟ مش مستاهله بقى ان انا اعملها. ما انت ممكن يجي الترجي يقول لك في الفتره مثلا من 95 ل 2005 انا الاكثر تتويجا. طب والباقي فين؟ قول الاكثر تتويجا دلوقتي.